حياكم الله من جديد مشاهدي ومتابعين مسا دبي. وصلنا لفقرتنا الطبية، طبعا من الفقرات المحببة عند الجميع لأن هي فيها توعية جميلة تكون. طبعا اليوم توعيتنا مشاهدينا خاصة بسرطان البروستاتا، اللي طبعا الموضوع مهم للرجال بشكل عام، لأن موضوع الكشف المبكر والعلاج الفعال المبكر أكيد يلعب دور كبير في تقليل من مخاطر تطور هذا المرض. طبعا أي شيء فيه فحص مبكر وتدخل سريع يكون فيه يعني فضل كبير في مثلا الاستكشاف المبكر، فالعلاج المبكر وبالتالي عدم تفشي وانتشار المرض بشكل أفظع وبشكل أكثر يعني قسوة وشراسة. فاليوم بنتكلم عن فحوصات الدورية، نمط الحياة الصحي، كيف الإنسان إذا ممكن يقي نفسه من هذه الأمراض، من خلال لقائنا مع الدكتور داني عبود، أكيد اختصاصي في جراحة وأمراض المسالك البولية والعقم في مستشفى مركز كلي منصور الطبي. مرحبا بك يا دكتور ومساك الله بالخير، حياك الله ويانا في مسا دبي. مساكم الله بالنور. عساك بخير يا دكتور. يمكن نتمنى للجميع السلامة، أكيد الصحة والسلامة، لكن يعني سرطان البروستاتا أعتقد من الأكثر الأمراض أو السرطانات تعرض الرجال لها في الفترة الأخيرة. فإذا نتكلم ونعرف المشاهدين شو هو سرطان البروستاتا. طبعا يعني شكرا لاستضافتي أول شيء. واجب يا دكتور. الله يحفظكم. إحنا منركز شوية على سرطان البروستاتا عند، طبعا البروستاتا هي غدة لها علاقة بجهاز البول، موجودة عند الرجل وليست موجودة عند السيدات. هاي الغدة ممكن تنصاب بأمراض مختلفة، من الالتهابات، التهابات البروستاتا، من ضخامة البروستاتا الحميدة. وفي منا عنا المرض الثالث اللي بيصيب غدة البروستاتا، مثل أي عضو بالجسم ممكن تنصاب بسرطان البروستاتا. ليش نحن منركز عند الرجال على سرطان البروستاتا؟ أو ممكن نحكي بتوعية مجتمعية عن سرطان البروستات. السبب الأول والمهم أنه سرطان البروستات عالميا يعتبر من السرطانات الشائعة. صحيح. اللي تصيب الرجال. يعني أحيانا نحن ما بنتكلم عن مثلا سرطانات الدماغ أو سرطانات الأعصاب لأنه هي سرطانات نادرة. نادرة. أما في سرطانات هي من السرطانات الشائعة، مثل سرطان البروستات، سرطان القولون مستقيم والمستقيم وسرطانات الثدي عند السيدات. هاي تعتبر من السرطانات الشائعة اللي لازم نحن واجبنا بالمجال الطبي أو بالهيئات الصحية نوعي الناس عليها، لأنه الكشف هي أمراض شائعة. الكشف المبكر عنها يؤدي إلى علاجات أقل تكلفة. صحيح. لأنه أي كشف مبكر عن سرطان بالجسم، سواء سرطان الثدي أو سرطان القولون أو سرطان البروستات اللي هي تعتبر عالميا من السرطانات الشائعة، فالكشف المبكر شو بيعطينا؟ بيؤدي لعلاجات أقل تكلفة على المريض وأهله، يعني لأنه كمان في عبء مادي بتشكل على 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 المريض نفسه وعائلته، وحتى على الهيئات الصحية اللي ممكن تدعم. نعم. العلاج. أيوة. فأما الكشف المتأخر أو بيجينا مثلا مرضى مثلا في مرحلة متقدمة من سرطان البروستات، فبيكون العلاجات طويلة ومرهقة مضنية للمريض. نعم. وحتى لشركات التأمين أو طبعا حتى للهيئات الصحية الضامنة أو اللي تتحمل تكلفة العلاج. وفي نفس نسبة العلاج أو التشافي تكون أقل لأنه وصل لمراحل متقدمة. هذا هو كمان سبب. فالكشف المبكر أهميته بتأتي من شيوع المرض. نعم. عالميا، والكشف المبكر يؤدي إلى علاج أقل تكلفة والعلاج بيكون شافي بشكل كامل. نعم. زين، ليش دكتور ممكن المريض يكتشف المرض في مراحل متأخرة؟ يعني هو ما في أعراض لسرطان البروستات؟ يعني هل مثلا الالتهابات تكون بداية إنذار إن في سرطان، أو مثلا اللي هو الأمراض اللي ممكن تصيب الجهاز التناسلي أو الجهاز البولي للرجل ما تكون إنذار إنه ممكن يكون متعرض لسرطان البروستات؟ طيب تمام، هذا السؤال ممتاز. في غالبية حالات سرطان البروستات اللي بتصيب الرجال بالمراحل الأولى، والمراحل الأولى بغالبية سرطانات البروستات بيكون هو بطيء النمو بالمراحل الأولى، فغالبية الحالات بيكون غير عرضي، يعني لا يوجد أعراض ناتجة عن وجود سرطان بالبروستات. تبدأ الأعراض مع تقدم الحالة، يعني يبدأ الإنسان يشعر بأعراض ناتجة عن سرطان البروستات، مثلا صعوبة بالبول،
إحساس بالحرقان بالتبول، تقطع بالبول، أحيانا تتقدم الحالة مثلا ممكن نشوف دم أو رؤية لون أحمر للبول. مع تقدم الحالة أكثر ببلش مثلا إذا لا سمح الله انتشر السرطان بالجسم، أول شيء بينتشر للعمود الفقري، فبيبلش الإنسان يشعر بألم بالظهر. فالأهمية تأتي أنه المراحل الأولى بتكون غير عرضية. أما مع تقدم الحالة دائما أنا بس يجيني مريض عنده أعراض وشخص له سرطان البروستات، أجد هذا السرطان في مرحلة متقدمة. يا الله، لأنه كأن المرض يمر بمرحلة صمت. صمت. هذا السكوت الذي يسبق العاصفة. تماما. نحب نكمل وياك دكتور، بس اسمح لنا بنظهر فاصل. مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا، ما زلنا أكيد مستمرين في لقائنا مع الدكتور داني عبود، اختصاصي في جراحة وأمراض المسالك البولية والعقم في مستشفى مركز كلي منصور الطبي. أرد مرة ثانية دكتور لموضوع سرطان البروستاتا، وتكلمنا عن بعض الأشياء الخاصة. الحين إذا نتكلم عن أول شيء، منو الفئات العمرية اللي أكثر تعرض للإصابة بالسرطان؟ الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستات هي الرجال بعد سن الأربعين. نعم. تبدأ احتمالية الإصابة بسرطان البروستات تظهر أكثر بعد سن الأربعين. نعم. نادرا ما يشخص أو لم تشخص حالة سرطان البروستات قبل سن الأربعين. سبحان من الله. العمر طبعا مع تقدم السن. نعم. 60-70 نسبة الاحتمال الإصابة بسرطان البروستات بتقدم وبصير أكثر. في علاقة يعني مثلا اكتشفوا علاقة، ليش علاقة سرطان البروستات أو تضخم البروستات أو التهابات البروستات بالعمر، ما في علاقة بينهم؟ طيب هو سؤال، هذا سؤال واسع جدا. علاقة أمراض البروستاتا بالعمر هي عوامل تشترك مع بعضها تؤدي إلى نمو نسيج، نمو خلايا البروستات وتكاثرها. هي شيء بتعلق بالمنظومة الوراثية للإنسان مع السن. فالبروستاتا مع التقدم بالسن تتغير ماهية نسيجة وخلاياها، وبتدخل عوامل تعرض البيئي لأشياء مثلا عن طريق الطعام، عن طريق الأشعة، عن طريق اللايف ستايل. فالإنسان مع تقدم السن بيصير بتعرض أكثر، أو جسمه بيتعرض أكثر لهذه العوامل البيئية. نعم. اللي هي ممكن تغير تكاثر الخلايا وتنتج خلايا سرطانية. فالعمر له علاقة بالسرطان بهذا المبدأ. طبعا هو الموضوع يشرح بطريقة أوسع بكثير، لكن تقدم السن له علاقة وطيدة جدا مع سرطان البروستات. جميل جدا. الحين ياكم المريض عنده أعراض إلى آخره ذكرته في البداية دكتور، كيف يكون تشخيص أو الفحص، نقدر نقول طلقة الفحص؟ سواء إجانا المريض عنده أعراض ولا ما عنده أعراض. في كثير ناس تجينا للكشف، لأنه إحنا حاليا ينصح كل رجل بالعالم بعد عمر 45 أنه حتى لو ما عنده أعراض يزور طبيب المسالك البولية بهدف الكشف المبكر عن سرطان البروستات. وسيلة الكشف هي وسيلة بسيطة جدا وآمنة وغير مكلفة، هي عبارة عن فحص دم بسيط للمستضد النوعي للبروستات اللي يدعى واللي معروف بتحليل الـ PSA. نعم. هو ناتج تنتجه غدة البروستات بتراكيز عالية في حال أصابها مرض. فأحيانا ترتفع تراكيز الـ PSA بالتهابات البروستات، بالضخامة الحميدة أو بسرطان البروستات. فوسائل الكشف المبكر اعتمد على تحليل الـ PSA كوسيلة كشف مبكر ومسح دوري لسرطان البروستات عند الرجال بعد عمر 45 بغض النظر عن الأعراض. زول PSA بعد بيحدد لك هو في أي مرحلة حسب القراءات؟ PSA هو انديكيتر، هو موجه، مؤشر. نعم. مؤشر. في حال نحن إجانا المريض للكشف الدوري على سرطان البروستات واكتشفنا أنه PSA عنده بأرقام مرتفعة عن الأرقام الطبيعية، هنا يستدعي التعمق بالفحص. هل هذا الارتفاع ناتج عن سرطان البروستات أو ناتج عن مرض طبيعي بالبروستات؟ لأنه أحيانا التهابات البروستات صحيح. ترفع PSA. فهم نتعمق بالفحص، نعمل فحص سريري للبروستات، نعمل التصوير بالأمواج الفوق الصوتية أو السونار. نعم. ونعمل MRI أو صورة. نعم. برنامج مخصص. نعم. للبروستات. في حال التحاليل الثلاثة الـ second line عطتنا اشتباه عالي بوجود سرطان البروستات،
هون بنروح على خزعة البروستات ولا طرق لخزعة البروستات لنكشف النسيج هل هذا سرطاني أو غير سرطاني أو يعني حميد أو خبيث. تمام. نتمنى الله يعني يبعد عن جميع الأورام بكل أشكالها الحميد أو الخبيث. آمين. ويعطيكم جميعا الصحة والعافية مشاهدينا. وأكيد يا دكتور شكرا لك جزيل الشكر تواجدك ويانا في مسجد بي وإن شاء الله لقاءات الجاية تجمعنا. شكرا جزيلا على استضافتكم. واجب يا دكتور قواك الله. إذا مشاهدينا كانوا ويانا الدكتور داني عبود اختصاصي في جراحة وأمراض المسالك البولية والعقم في مستشفى مركز كريم منصور الطبي. أتمنى لكم الصحة والسلامة دائما وأبدا.